منعت الأجهزة الأمنية مساء أمس إقامة فعالية طير طيارتك في جبل القلعة في عمان، والتي تأتي تضامنا مع الشعب الفلسطيني بمناسبة الذكرى 70 للنكبة الفلسطينية. التفاصيل في هذا التقرير. عشرات الطائرات الورقية جهزها الأطفال ودوهم آملين أن يطلقوها في سماء عمان دعما لمسيرات العودة الكبرى التي انطلقت في قطاع غزة المحاصر في الذكرى 70 لنكبة فلسطين. اجتمعوا في ساحة جبل القلعة وأطلقوا العنان لطائراتهم الورقية معلنين تضامنهم مع أشقائهم في فلسطين المحتلة. قوات الأمن قامت بكبح جماح الطائرات الورقية وحاولت إلغاء الفعالية بذريعة أنها غير مرخصة. ما هذه إلا عبارة عن تعبير عن رأي الشارع الأردني بشكل يظهر رسالة ويقدم رسالة لشعبنا في فلسطين، ويؤكد على الموقف الأردني الرسمي الداعم لكل المطالبات للشعب العربي في فلسطين، والذي يؤكد دوما بأن ما يجري من قوات الاحتلال ما هي إلا عبارة عن انتهاكات للشرعية الدولية. فكانت هي عبارة عن تظاهرة شعبية تلقائية من مواطنين ومواطنات أردنيات، نستغرب ونستهجن بأن تم منعها في هذا اليوم. طيارات وراء العلم الأردن، طيارات وراء علم فلسطين، وبدنا نطيرهم بالسماء عشان نعمل إشي رمزي، نحكي إنه نحن واقفين معكم. لأنه شعب الأردن واقف مع شعب فلسطين. أنا مصدومة إنه إجت الأمن عم بينزل الطيارات، الناس ما عم تحكي، الناس بكل صمت قاعدة عم بتطلع الطيارات بس بطريقة رمزية. إحنا عم نوقف وقفة رمزية مع الشعب الفلسطيني. ليش إحنا منعنا؟ أنا أجيت هون أطير طيارة عشان الشعب الفلسطيني، إنه أنا ما بقبل إنه شعب فلسطيني يموت وإحنا هون مش عم نعمل إشي. محاولات الأمن لإيقاف الفعالية قابلها المشاركون بإصرار أكبر على التعبير عن تضامنهم، وحلقت الطائرات الورقية ملامسة سماء عمان لتقول للأشقاء في فلسطين: نحن هنا معكم.